صفدك. مرحبا بك خويا العزيز في سوق بوزارة حسين في بلدية عنبة. احنا السوق حل في 82 كاترباندو حل السوق هذا. وهنايا جيت هنا صغير مع بابا ملي من 93 تقريبا، عندي 31 سنة وانا هنا في سوق بوزارة حسين هذا، واقدم سوق في بلدية عنبة. نبيعوا المواد الغذائية، المواد الافراح هكا، اللي عنده صايبة، اللي عنده كيما نقول لك نبيعوا المواد الغذائية، نبيعوا التوابل لي زي بي اس، نبيعوا الفريك، نبيعوا الحوايج اللي تخص المناسبات. يمين يشتق قصة كيما قصة ادي ورجع في سبيل الله. ادي 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 ورجع في سبيل الله بروم درت مع صداقة عبابا ويما خويا العزيز. شفت الناس يجيو يقديو من عندي من هنايا، ناس زواولة في حي كيما نقول لك بوبيلار، حي شعبي. فهمتيني خويا؟ ما درتهم البرمه دوما، شريتهم اخويا العزيز. شريتهم وكما نقول لك شفت الناس في حي شعبي، الناس من الجوزه ما عندهاش باش يكري صاله ولا من هنايا، مديت البرمه عاونت الناس. درت بصداقه بابا ويما، الاغلبيه عجل بابا ويما اخويا. ما نطلب منهم حتى شيء، يجي واحد يقول لي بارك الله فيك يرحم والديك هكا من هنايا، هذيك كما نقول لك الهدف تاعي خويا العزيز. فهمتيني؟ بركة هذا هو الهدف تاعي انا. وحنا لازم نكفوا مع بعضنا خويا العزيز. هاك فكرتي كيما قلت انا الزواوله تاع واحد عنده واحد ما عندوش، حتى الناس عنده يجيو يديو من عندي خويا العزيز. الوالد ربي يرحمه مات 2014 2015 2016، ملي بديت نلم اخويا العزيز. فهمتيني خويا؟ وكيما نشوف واحد كيما نقول لك زوالي قال لي الخلا عندي صحونه في الدار، عندي في الدار نمدهم له زوالي نعاونه بشي اللي كاين، عندي قراي غاز نمدهم له طابونات نمد له خويا العزيز. ما نحكمش عليه خلا نروح واحد زوالي يتيم، كيجي واحد يقول لي عاوني يا لمين نغمض عيني على برشا امور اخويا العزيز. ومشي نهضر كيف باش نعد في روحي ولا حاجه. والحمد لله الناس كل تعرفني يا خويا العزيز، الحمد لله خويا. مشي باش نعد روحي نقول لك باللي حاسق ولا عندي ولا عندي فضل ربي يا خويا، وعندي رجال دايره بيا برك. خاوتي ولاد الحي ولاد السوق هنا برك برك. هذا واش نطلب من الناس؟ ما نطلب حتى شيء يا خويا. دعوه برك برك، دعوه الله ربها بعد خويا العزيز. هو اللي كبرنا وهو اللي دار الشيء هذا كله خويا العزيز، ربي يرحمه ان شاء الله. برك ما نطلب منه حتى شيء يا خويا. بابا هو اللي كيما نقول لك دار لنا المستقبل، دار لنا كلش يا خويا، ربي يرحمه. برك المبادره دي عليها خويا، عليها عليها خويا، ربي يرحمه. برك خونا الامين انسان طيب، ولد المرشي تاع جبل تيهود، من خلقنا احنا نعرفوه هنا، هذا هو الامين الملقب الامين العنقه. هذا انسان يحب الخير للناس الكل، انسان زوالي حبيب وما عنده حتى اشكال. هذا انسان جنازه عندنا عرس مرحبا بك، عندك فرح مرحبا بك، اي حاجه صايبه ما اي بروبليم هذا مدايرها مع امه وباباه الله يرحمه ويوسع عليه. وحنا ماذا بينا ديما نلحقوا لهم الرحمه لوالديهم ان شاء الله. انسان طيب ما شفنا منه غير الخير ان شاء الله في المرشي هذا، وربي يطول في عمره وربي يصلح له في ولاده ان شاء الله. والله مبادره ملاحه يعني الامين دايرها عندها مده، دي مش حاجه جديده يعني هكذا. على عمي السايح، احنا نجبدوا عمي السايح باباه ربي يرحمه، تسمى هو مول المحل. وحنا عندنا نخدموا مع بعضنا، احنا نسي نخدموا في السوق، احنا نخدموا جزاره، احنا يحتاج البرمه هنا يجي يدي من هنا، سواء اللي يجيو جماعه عندنا نجيبوهم عنده، اللي عنده اللي ما عندوش مش محتم تجي تقضي من عنده، ندايرها لله في سبيل الله. كما يقولوا على ام وباباه ربي يرحمهم، وبارك الله فيها خويا، يعني مبادره ملاحه يعني حاجه ملاحه والله، حاجه تفرح. لزاد نيوز، أن يصلك الخبر بالصوت والصورة.